مشاهدينا مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الواقع هو هذا. سعيدة بلقائكم ونتمنى أنكم تكونوا على خير وبخير. بلا شك كنا تبعنا مؤخرا عدد من القضايا اللي تطرحات على الساحة، ولكن في وسط هذا الشيء اللي احنا عايشينه من كورونا من قضايا اللي تطرحات، كاينه بعض الأمور اللي صبحات كتستدرج الانتباه ديالنا واللي كيخصنا نردوا لها البال ونطرحوها للنقاش. بلا شك كلنا كنستعملوا الفيسبوك أو لا مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن واش كنردوا البال باللي كاين بزاف ديال المشاكل أو لا بزاف ديال الصور النفسية والاجتماعية صبحات كتبرز من خلال هاد المواقع ديال التواصل؟ صبحنا كنشوفوا ناس كتخلق حياة غير حياتها، ربما رفاهية أكثر ببدخ أكثر ولكن ما كتعكسش الواقع. صبحوا ناس كيلقاو حياتهم الافتراضية أجمل وأمتع من حياتهم الواقعية، وبعض الأحيان يمكن ينفصلوا على حياتهم الواقعية لأيام، تقدر تكون يومين ثلاثة أيام أربع أيام أو لا أكثر، ويفضل أنه يستمر في هذا اللقاء الافتراضي اللي كيجلب له واحد المتعة اللي هو بحاجة لها. أو لا أحيانا كاين بعض الناس اللي كيكونوا ضحايا للنصب، الاحتيال، التحرش والمجموعة من الصور اللي احنا أكيد أنه ما نتمناوش نوقعوا فيها أو لا نتحطوا فيها. وكاين أيضا بعض المجموعات اللي تخلقات من خلال الفيسبوك اللي صبحنا كنلقاو فيها استعراض للذات، فتيات كيعرضوا المفاتين ديالهم وشباب ايضا كيحاولوا انهم يستملوا البنات بشكل معين او بطريقه معينه، واسئله كثيره صبحت كتطرح على هذا الواقع هذا. لهذا الغرض اليوم حاضرين معايا ضيفات كريمات ومشرفيني اللي غنناقشوا معهم هذا الموضوع، وغنبدا بضيفاتي بطبيعه الحال. معنا الاخصائيه النفسيه لالا حنان الشاوي، مرحبا بك لالا حنان. الله يبارك فيك لا سكينة، ميرسي بوكو، ديما تشرفيني بالحب الاستضافة ديالك ليا، وفريمون شوي تري 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 كونتونت. وفكرتيني بالايام ديال الكونفينمون، واحد اللايف كنا درناه الى عقلتي كان رائع، وكنشكرك مره اخرى على المواضيع اللي كتختاري باسكو ديما كتجيبي دي بروبليماتيك فريمون ديال المجتمع، ماشي بارلي بور بارلي. فريمون برافو، شكرا لك. شهاده كنعتز بها وشكرا لك لالا حنان. ايضا حاضره معنا بطبيعه الحال بن فرنسا لالا حنان عبد الله، هي صحفيه باذاعه مونتي كارلو الفرنسيه. مرحبا بك حنان. مساء الخير عليكم، ارحب بك الخير. اهلا وسهلا. اهلا. وايضا مشرفنا وحاضره معنا الاخصائيه غيتا اجار، اخصائيه نفسيه بفرنسا. مرحبا بك لالا غيتا. الله يبارك فيك لا سكينة، شكرا عاوتاني على الدعوة. كانت فكرة عاوتاني ديك المرة فاش كنا في وقت الكونفينمون، وعاوتاني تشرفت وشكرا بزاف على الدعوة. لا اختك، مرحبا بك. بداية غنبدأ بحنان قبل ما نتكلموا، حنان عبد الله بطبيعة الحال، قبل ما نتكلموا على الجانب النفسي نبغيو نعطيو واحد القراءة اجتماعية. أكيد أنه أنت حنان كونك صحفية عندك تواصل عبر الفيسبوك عبر الإنستغرام عبر تويتر، كتلاحظي مجموعة من الأمور ومجموعة من النقاط اللي صبحات كتطرح نفسها للنقاش أو لا يمكن كتدق ناقوس الخطر. فشنو رأيك في هذا الموضوع هذا؟ اولا زعما انا سعيده بتواجد نساء معنا في هذا اللقاء هذا، اللي هو ربما عندما نتكلم على او نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي او للعالم الافتراضي، ربما المراه فيه معرضه اكثر للانتقاد، معرضه يعني العدد من التصرفات اللي ممكن انها يعني ممكن تاثر عليها بشكل او باخر. بالنسبة لي القضية دي المواقع التواصل الاجتماعي الصراحة، وربما شفتيها على صفحتي على الفيسبوك، وحاول في كل مرة أنني نبقى في صفحة واحدة بالرغم من أنني موجودة مثلا على فيسبوك على تويتر على انستغرام، وبحكم أنني نشيطة جدا على انستغرام قلت لما لا أتخلى على فيسبوك وأتخلى على تويتر وبقى في انستغرام. علاش؟ لأنه تختلف المنصة، يعني من منصة إلى منصة. إنستغرام مختلف على فيسبوك. ملي كتدخلي مثلاً إلا بغيتي ديري تحليل حسب المواقع، كتدخلي فيسبوك كتلقاي بأن الظواهر الاجتماعية معروضة بشكل بشع جداً، لدرجة أننا كتدخلي كتشوفي اغتصابات، تشوهات، كتشوفي
نساء تعرضنا للاغتصاب، كتشوفي أطفال تعرضوا للاغتصاب، كتشوفي السرقة، كتشوفي يعني تحسين بأن العالم محصور في هذه الأمور هذه. ما بقيناش كنشوفوا أمور زوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولنا كنشوفوا فقط الأمور اللي هي ربما بسيكولوجيكمون يعني من الناحية النفسية تؤثر بشكل كبير. هذا هو أنا في نظري يعني من جهتي أنا، هذا هو الأمر اللي مخليني دائما كل نهار كندخل في الفيسبوك أو لا تويتر أقل، ولكن فيسبوك بزاف، كل نهار كندخل فيسبوك تنقول لو ما كنتش صحفية، لو ما كنتش كنحتاج أنني نتواصل مع صحفيين، مع ضيوف، مع ربما كنت لي أستعمل أبدا فيسبوك مثلا أو لا مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام. وإنما يعني الموضوع تفشي ظواهر كالتحرش وما إلى ذلك هي ربما أمور ما كانتش كتبان في السابق لأنه ما كانش تعاطي معها. ودابا الإنسان أي واحد عنده تليفون عنده ريكوردر ممكن أنه يسجل، وبالتالي كل شيء معروض بخام يعني كما هو. فهذا كيأثر الصراحة على النفسية ديال الناس، على المتلقي خصوصا. أكيد. إلا سمحتي لي حنا غنوصلوا الدردشة وغنتقل عند لحنان الشاوي. يعني لحنان ما أشارت ليه حنان أيضا مهم جدا في هاد التفاصيل. يعني يصبح الفيسبوك للأسف شي مرات كيكون لتصفية الحسابات، يعني هز تليفون صور واحد رمي بارطاجي شوهو الناس كلهم تعرفوا الى غير ذلك. ما كاينش واحد الرقابه، مازال صعيب انه كاينه شرطه الكترونيه، ولكن مازال صعب انه نراقبوا هذا النوع من يعني من المنصات الالكترونيه. ايضا يقدر يكون فرصه للاستدراج قصيرين، لانه ربما الفيسبوك تيدير بانه ما يمكنش ليك دير فيسبوك الا من بعد 18 عام الا خدينا كمثال، ولكن كاين ما غيعرفنيش انا واش عندي 18 عام ما عنديش 18 عام لوقيتها اللي انايا كنصاوب لو كونط. وكنلقاو وليدات اللي هما صغار سن 13 14 12 10 سنين عندهم فيسبوك وكيتعاملوا معاه، وبحيث انه ربما سمعنا مؤخرا القضيه ديال اب اللي لقاو ولدو كيستدرجوا واحد كبير واللي حاولوا حتى هما يستدرجوه باش لقاو عليه القبض بطبيعه الحال، واللي كان الغرض ديالو هو انه يتعدى على هذا الوليد هذا. كاينه ظواهر اخرى، كاينين البنات اللي تعرضوا للنصب والاحتيال مثلا من خلال فيسبوك، ربما الناس اللي يدخلوا معاهم في علاقات انا باغي نتزوج بك الى غير ذلك، او كاينه بعض العصابات اللي كتكون منظمه كتستدرج هذه الفتيات بقدر او باخر حتى انهم يعطوهم واحد القدر من الفلوس، او لا ربما يستدرجها حتى كتدخل معها في علاقه مشبوهه ويصورها ويبدا يهددها او 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 كاين بزاف الحوايج. والعكس صحيح، حتى بنات اللي داروا نفس العمليه. كاين ربما صوره اخرى اللي صبحنا كنشوفوها في هذه الجروبات، وانا فقط كنزيد نوضح باش يمكن تكون القراءه النفسيه مباشره. كنشوفوا جروبات مثلا شخصيا مؤخرا يعني تفتت لي انفيتاسيون ديت واحد لو جروب من قبيل الفضول خاصني نشوف شنو واقع. لقيت بان واحد الفئه عمريه يعني من اواخر التسعينات، شباب من اواخر التسعينات الى 2000، كاين واحد النوع من استعراض المفاتن بالنسبه للفتيات، الشباب حتى هما استعراض العضلات والقوام الرياضي اللي يمكن انه يستقطب او لا يثير الشهوه النسائيه. كاين واحد النوع من الاستقطاب ايضا باتخاذ واحد يعني طريقه في التواصل، حيث انه كيخلق البنت ديك الصوره ديال الشاب المثالي اللي كيقلب على فتاه الاحلام واللي بغى يرضها هي اللي كتعيش واحد الحياه اللي ما كايناش. وهذا الشيء كامل كتشوف باللي بنات كيدخلوا في واحد النقاش وولاد كيدخلوا في واحد النقاش كتبدا تقول فين يمكن يوصل هذا الشيء. كنلقاو ايضا بعض الشباب اللي ربما كيكون في حياته العاديه انسان من اسره متوسطه او لا يمكن تكون اقل، ولكن عنده اصدقاء اللي لاباس عليهم او لا عنده امكانيه ديال انه كيشتغل في مكان اللي فيه سيارات فخمه او لا مشى في اطار معين او لا كيخلق لراسو واحد الصوره اجتماعيه. يقدر يقول انا خدام شي حاجه اللي هو ما خدامش فيها مثلا، ما كاينش رقابه، ما غنعرفوش واش حقيقه ولا لا. يقدر يصور بقرب سياره فخمه عفوا ويقول السياره ديالي. يقدر بزاف ديال الامور، ملابس اللي هي ماركات معينه، مساله اللي كتستدرج الفتيات. مؤخرا كان لي نقاش مع احد الاصدقاء اللي دار تجربه بحيث انه حاول يخلق واحد البروفيل كيف ما تنقولوا ديال الشاب اللي لاباس عليه اللي عنده الفلوس اللي كذا اللي كذا، وشاب اخر اللي اقل يعني موريد اللي هو عادي، وشاب اخر اللي هو يمكن نقولوا ماديا لا بغينا نعطيو فقير وكلنا فقراء الله سبحانه وتعالى. فلاحظ بانه كاين واحد النوع من اقبال على الشاب الثري، اقل اقبال على الشاب المتوسط، ما كاينش اقبال نهائيا على الشاب اللي ما عندوش ماديات.
ذاك يطرح السؤال يعني كيقول او شنو وقع، لانه هو هذه التجربه دارها باش يمكن يكتب من موراها واحد الروبورتاج وتصدم من هذا الواقع هذا اللي صبح كيتعاش عبر الفيسبوك. انا طولت في انني ندرج القصه ولكن فقط لانه محتاجه لواحد القراءه النفسيه فين حنا غاديين في وسط هذا العالم الافتراضي. لالا حنان شكرا سكينة، في حقيقة كتعجبيني والله الا ما جيتيش ودرتي الصحافه هكاك لله في الله، باسكو تي دون كونت لي بار جو في دي با دي كومبليمون والله. كتقولي كتقولي كتديري واحد الاحاطه يعني شامله تبارك الله عليك. الوغ انا باش كيما قلتي انا ما غنكونش صحفيه المره اخرى، غنكون نحاول نكون قدر الامكان سيكولوجيه، ولو ان الموضوع متشعب وعنده أبعاد اجتماعية وسيكولوجية ومعرفية وعطي كل ما تريد سوسيال إيكونوميك، مي جو في ريستي دون لو بولي سيكولوجيك. ألوغ أنا شوية فحصت شي أفكار عندي وبغيت نتقاسمها معاكم. فكرت في الصحة النفسية، الصحة النفسية والعقلية شنو هي؟ لقيت بانها دابخي مون اكسبيريونس اي دابخي التعاريف اللي كاينه هي راهينه بمستوى عاطفي وسلوكي جيد. ولقيت بان هذا الموضوع اللي ترتيه اليوم سكينه هو في صلب هذا التعريف. هذا الصحه النفسيه او العقليه هي بكل بساطه هي راهينه بمستوى عاطفي وسلوكي جيد، بمعنى يعني ان قدره الشخص على الاستمتاع بالحياة وخلق التوازن بين أنشطة الحياة والمتطلبات ديالها، هذه كنسميوها المرونة النفسية. لقيت بأن هذا الشيء اللي كنهضر عليه دابا هو في صلب كيف ما قلت لك هذا الموضوع. لقيت بأن الناس اللي نقولوها مدمنين على المواقع الاجتماعية ما بقاتش عندهم هذه قدرة الشخص على الاستمتاع بالحياة وخلق التوازن بين أنشطة الحياة والمتطلبات ديالها، ما بقاتش المرونه. هنا فين كنوليو في لاباتولوجي، في المرض النفسي مع الاسف. هادشي كله اللي قلتيه انا كنلخصو كنقول ولينا كنعيشو امراض نفسيه يعني في مستخفيه، والدليل اننا كنلقاو عزله بواحد الشكل كبير، عزله ديال الشباب، عزله ايدنتيفي بشكل خاطئ بواحد العشوائيه. ورا قلتيها دي غروب، هاد لي غروب هادو علاش داروا ديكو؟ باسكو لقاو واحد الانتماء، لقاو واحد ليدنتيفيكاسيون جماعيه بشكل جماعي ولكن بشكل خطير بشكل خاطئ، لان ليدنتيفيكاسيون ما دارتش بشكل صحي. لقاو بان كيتقاسموا واحد المجموعه ديال الافكار، واحد المجموعه ديال الانتماءات، واحد المجموعه ديال لي زاتيتود الاتجاهات ديالهم. بمعنى ملي كنهضروا على الانتماء او للشخص او للمراهق اللي كيقلب على داك لابارتونونس، كيخرج دابا في دارو كيلقى يعني واحد لو لونغاج بارطاجي. شنو هو؟ كنهضروا نفس لو لونغاج، يعني داك العزله ولات عزله جماعيه. فهمتيني سكينه الفكره اللي بغيت نوصل؟ وهذه هي الخطوره، لان ملي كنهضروا راسو في وسط هذوك الناس لانهم كيمشيو معاه بنفس التعريف وبنفس الطريقه ديال التفكير. الاخطر من هذا هو انهم بالنسبه لهم هما راهما على صواب، راهما لان كيشوف لو موند اونتي غادي في نفس الاتجاه. يعني دابا حنا دابا انت دايره هذا الموضوع راه بحال الا كنهضروا بالشينويه، بحال حنا ضد التيار، حنا اللي نايضين كنقولوا هادشي راه ماشي معقول. واخا قلنا ادمان الكتروني، واخا قلنا راه كيمس العقل، كيمس الصيرورات المعرفيه العاطفيه الوجدانيه السيكولوجيه. بالنسبه لينا حنايا هاد الناس راه حنا غير كن علاش دابا هاد التاثير راك دويتي عليها، ولا كيمس الترابط الاجتماعي والتواصل الاجتماعي، كيمس كيصنع واحد المفاهيم سلبيه اللي ولات غاديه ضد القيم الاجتماعيه والاخلاقيه. هاد الشيء هو اللي كيدي للعزله، لان الانسان ولا بطبعه اجتماعي. بطبيعه الحال الانسان بطبعه اجتماعي، ولكن حاليا ولا كيعيش واحد الحاجه مفروضه. كي قالت قبيله لحنان لقات راسها واش الانستغرام ولا الفيسبوك، ولا لقات راسها جو سو فورسي باش نبقى في الانستغرام ولا ناخذ واحد التواصل. علاش؟ لان كاينين دي غروب معايا انا، لان كاينين دي ريونيون كيداروا في الخدمه ديالي انا،
فهمتي يعني كوم ان موند انتيليكتويل غادي في هذا الاتجاه احنا فهمنا وني اوبليجي. ولكن بالنسبه للناس اللي يلاه كيتكونوا كيقلبوا على كيفاش يديروا لك ليدونتيفيكاسيون ديالهم، هنا فين كاينه، هنا فين كاين المشكل. هذه ليدونتيفيكاسيون نعاودها كتبنات وكتبنى بشكل عشوائي، وهذا الشيء هو اللي كيؤدي لواحد العزله الاجتماعيه اللي ولات كتشكل يعني واحد الخطر كيهدد المجتمعات كلها ماشي غير المغرب. حنا هذا الشيء عايشينو الغرب وحنا غاديين في المنوال ديالهم، يعني معاناه اللي ولات كتمس الاقتصاد، كتمس الجانب الاجتماعي والجانب الاسري بالدرجه الاولى. التواصل ما بقاش، الحوار ما بقاش، الاحترام ديال الاخر ما بقاش. هضرتي قبيله على الجسد، ولا الجسد هو اللي كيعبر ماشي لو فيربال، وتا لو فيربال ملي كيعبر ولا كيعبر بواحد العنف. علاش؟ لان ليماجيناسيون اللي ولات كتخدم ملي كيقبض شاب او لا شابه كيشوف واحد واحد الممارسات يمكننا نقولوها جنسيه او اباحيه بشكل فيرتويال، راه كيولي ادمان، كيولي صافي ترسخات واحد المجموعه ديال الافكار وواحد المجموعه ديال الممارسات وواحد الاباحيه بشكل خطير في العقل في الذهن. اذا شي حاجه اللي ولات مباحه، ما هانتي قلتيها، ولاو كيعبروا عليها بشكل طبيعي، ما بقاوش لي ليميت عادي في العقل، ما بقاش دارت وترسخات بشكل ذهني. نعم. ولات بشكل ولات بشكل عاطفي ووجداني وايموشنال، ولات بشكل سلوكي. نعم. صافي ولاو سلوكي. احنا اكيد مازال غادي نواصلوا الدردشه يعني لاله حنان، وطبعا الحل راكي شرتي بعض النقاط اللي هي مهمه واساسيه. غنشوفوا الرؤيه لاله غيتا من الجانب يعني ديال الدوله الاوروبيه. احنا كيف ما تنعرفوا اوروبا كاين نوع من التحرر، كاين نوع من التواصل اللي بغينا نقولوا الجسدي والجنسي المفتوح. كنتابعوا القنوات الفرنسيه مثلا بعض البرامج من قبيل تيلي رياليتي اللي كترسخ واحد نوع من العلاقات. ما كاينش مشكل في الكونكوبيناج، ما كاينش مشكل في علاقات يعني اللي هي خارج اطار الزواج الى غير ذلك. بعض الصور وبعض الافكار اللي بالنسبه للشباب يعني المغربي او العربي كتكون نوعا ما واو هاد الناس قادرين يديروها، احنا ما قادرينش نديروها. اصبحنا كنشوفوا في العالم الافتراضي شيء من هذا، يعني كيتكري هاد لو غروب نوع من التحرر، البنت مصوره بالديكولتي مثلا، الولد مصور بواحد الطريقه معينه. عالم افتراضي ما كاينش مشكل، يمكن نخلق سميه اخرى، يمكن نخلق شكل اخر، ندوي بالطريقه اللي انا بغيت، نقدر مثلا كما كنقولوا في الدارجه ديالنا نخسر الهضره ما كاينش مشكل. ربما بعض الحين كتوصل لبعض الممارسات الجنسيه عبر 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 الفيسبوك او عبر الواتساب او عبر يعني تواصل مع شخص بدون يعني معرفة الشخصية الحقيقية ديال هذا الإنسان، وتنبداو نشوفوا نتائج من بعد. ففي قراءتك النفسية لهذه الظواهر كلها ومقارنتها مع المجتمع الأوروبي بطبيعة الحال. شكرا لسكينة. بغيت غير نرجع على اللي قلنا، هو السوجي الموضوع علاش كنهضروا عليه هو موقع التواصل الاجتماعي. إلا خدينا غير هاد الكلمات، دونك موقع مكان اللي غادي نتواصلوا به، وكاين القضيه ديال الاجتماع، غادي نكونوا اون ليان مع واحد اخرين. بس بحال اللي قالت لحنان قبيله، الانسان عنده مهم هو يكون ان ريلاسيون مع واحد اخرين، يكون عنده ان ليان، يكون هكا متواصل ويكون في علاقات مع انسان واحد اخرين. هذا الانسان هو هكا، ما يكونش يعيش بوحدو. بحال كيقول لك ليتر هيومان سي ان ايتر سوسيال، خاصو يكون مع مجتمع. فهاد الفكره هذه فاش تخلقوا في الاول هاد لي ريزو سوسيو داكشي، غير هي مني دابا وصلنا من بحال قلتي موقع اجتماعي حقيقي لواحد لحاجه خياليه، وصلنا في شي حاجه دو فيرتوال، ماشي داكشي ماشي حقيقي، وصلنا في شي حاجه لي بيني وبين هذاك الشخص اللي كنهضر معاه، بيني ان اكران، بيناتنا ان اكران، بيناتنا هذا كلافيي، ما كنتشافوش، ما كنتهضروش،
قليل باغ هكا فاش كنكونوا اون فيزيو، مي الاكثريه كيكونوا غير ليكرون لو كلافيي كنكتبوا بحال هكا كنكتبوا شي حوايج. اذا كاين واحد كاين واحد لا باريير ما بيني وبين واخا انا في علاقه مع هذا الشخص ولا هذا اللي مع من كنتحدث، ولكن بيناتنا اون باريير، وهاد لا باريير هادي كتخلينا حنايا كاين شي حوايج اللي كيتقالوا ولا كاين شي حوايج اللي كيداروا اللي هي في الحقيقه ما نقدروش نديروها، ما نقدروش اونوز با لي فير في الحياه الحقيقيه. ما غاديش غنكونوا على برا وغادي وغنديروا شي حوايج اللي وكل شيء غادي يحضر ليهم، كل شيء غادي يشوفهم. اذا ليكران كيسهل، ماشي كيسهل، كي بحال الا كي مينيميز لا غرافيتي ديال شي حوايج، وكي حتى العنف بعد ما كيكون الواحد باش كيتحدث هذا الاكسسوا هذا لا فاصون باش كيهضر الواحد باش كيتكلم مع الاخر، ولا حتى الصور اللي كيكونوا كيتبارطاجاو ولا لي فيديو اللي كيتبارطاجاو كيكونوا واحد العنف من بعد النوبات اللي ما يمكن لهم يدوزوا غير بهاد الطريقه هذه في الحياه الحقيقيه. هاد لا ميم بيرسون هادي تحطيها زعما في اي بلاصه ما غاديش تقدر دير بحال هكاك، ولكن ملي كاين كنتخبعوا مور هذاك ليكرون وكنقدروا نديروا شحال من حاجه اللي هي في الحياه الحقيقيه ما نقدروش نديروها. وهذا الواحد كيزعم اكثر والعلاقات كيكونوا ما كيكونوش حقيقيين، كيكونوا داكشي كلشي هذا فلو. يكونوا هنايا في اوروبا في فرنسا او في المغرب كيكون داك المشكل هي اللي غادي نقولوا هي كاين واحد ما كيبقاوش لي فرونتيير مع لي ريزو سوسيو. لي فرونتيير ما كاينينش، كندوزو من بلاد لبلاد من جروب لجروب. داك الجروب كان نقولوا بان حنايا راه عندنا اون بارطاج هذا دي بوين كومون، ولكن غادي يكون واقيلا شي حاجه وحده اللي كنكونوا كنتقاسموها، ولكن داكشي شحال واحد بحال اللي قلتي قبيله لا سكينه غنقدروا نتخيلوا شحال من حاجه، غنقدروا نكذبوا، غنقدروا نقولوا لاي حاجه، ولا غادي نمشيو نقلبوا في داك لو جروب شي حاجه كيفا اللي غادي تهدن، اللي غادي كيفا نو غاسوري بشي حاجه بشي سؤال كنكونوا كنطرحوا عليه. كنقول غادي نمشي لداك لو جروب راه هما كيعيشوا نفس الحاجه بحالي، وغادي نلقى الجواب على داك السؤال ولا على داك المشكل اللي كنكون كنطرح على راسي. ولكن بعد بعد كيكون داك ما بين الجواب اللي كيعطيوني بارابور السؤال اللي كنكون ما كيكونش داكشي، كيكون داكشي بعيد على داكشي اللي كنت كنتسناه. نعم، لا غير واش يمكن نعتبروها بانها ازمه ثقه في النفس، لانه كاينين شي حوايج اللي ما قدرش نديرهم في الواقع كنخلقهم من خلال فيسبوك. كاين الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه، كاين الناس اللي عندهم صعوبات كيعانيوا من الخجل المفرط، كيعانيوا من ربما من عدم التواصل، ما كيقدروش يتواصلوا مع الناس، كاين اللي ما يقدرش يوقف ويسلم عليك ويتكلم معك واش اخبارك والعائله وكذا وكذا. فيسبوك كاين كلافي يقدر يقول يقدر يوصل لانه توحشتك وصافا وبخير وكي داير وكذا، وهذه مصطلحات اللي هو ما كيقدرش يستعملها في حياته اليوميه. واش يمكن حنا كنعانيوا من ازمه ثقه بالنفس في واحد الفئه ديال الشباب اللي طالع اللي حنا معتمدين عليه، اللي ربما كنقولوا بانه يقدر يكون معتوق من مجموعه ديال الاضطرابات النفسيه اللي مر منها الجيل السابق؟ كاين القضيه ديال الثقه في النفس، وكاين كاع ولا كاع الطريقه باش كنتكلموا مع بعضياتنا في نفس العائله. كاين مثلا هذه الكلمه هذه ديال توحشتك ولا كنبغيك ولا هذه ما كيكونش اسلوب ديال العائله، ولا ما كيكونش طريقه باش كيتعامل مع العائله ديالو ولا مع الناس اللي قراب ليه. اذا غادي يقدر ديك وي كيعطيه الكلافي بحال كيعطيه واحد الثقه، وغادي يبا سو بيرميتر الواحد يبا سو بيرميتر بانه يقول هذاك الشيء، حيت داك الشيء اللي كيحس به غادي يقدر يقولو اترافير ليكرون، غادي تزيد شويه في الثقه في النفس ديالو. وداك الشيء الحاجه باش كتكتب راه كتكتب كيكون الواحد بينو بحال قلتي بينو بين راسو، وان فوا تكتبات وصافي هذيك مشات صافي بحال الا الواحد كيغمض حقا راه ما وقع والو. ولكن بعد ما كيكونوا لي كونسيكونس على حساب داكشي اللي غادي تقال، هنا يخدينا غير الجهه
بحال اللي قلتي جهه زوينه وجهه اللي الواحد الا غادي يقول الاحساس ديالو راني توحشتك ولا كنبغيك ولا هذه، ولكن بعد مرات كيكونوا شي حوايج واحد اخرين خطير اللي غادي بحال اللي قلتي قبيله، شي صوره تصيفطات ديال شي بنت ولا شي ولد ولا شي فيديو كتصيفط، ديك الساعه كيقول بون هذا راه غادي نصيفطو راه ماشي صافي راه غادي يمشي، ولكن كيكونوا دي كونسيكونس بعد مرات واش كيتصيفطوا دوك الصور ولا دوك لي فيديو، حيت ما كي تتقول راني صيفطتها لهاد الشخص هذا لهاد لابيرسون هادي، ولكن راه ما تعرفش هذاك لابيرسون شنو غادي يدير بها. والمشكل ديال فيسبوك راه هو هذا، كتكون بحال قلتي شحال هادي كانوا كيقارنوا فيسبوك بداك لي ليفغ، ماشي لي ليفغ، لي كايي دو لي كارني سكري، ودوكو داك الواحد كيهضر على راسو كيدير التصاور ديال راسو حيت كيعزل الاصدقاء ديالو كتقول، ولكن كتلقى دابا الشباب كيكون عندهم واحد لا ليست قداش هي ديال سوا ديزون لي زامي، ولكن الاكثريه ما كيعرفوهمش، كتبوستي واحد التصويره ديالك الشخصيه ديالك ديال الحياه ديالك الشخصيه، وشحال واحد كيقدر يشوفها وشحال واحد يقدر يبارطاجيها، وما كتعرفيش داك الصوره ديالك وديك لا فيديو شنو كيدار بها. وداكشي علاش شحال من واحد عاوتاني خصنا نحذو بزاف مع داك الصور اللي كنديروها ديالنا حنايا، ولكن حتى ديال الاطفال ديالنا، داك حيت ما كتعرفوش دوك الصور شنو الواحد من بعد وسين فاسو عاوتاني باش لي بروتيجي داك الاطفال ديالنا، باش ماشي غير اجي وبوستي اي فيديو بوستي اي تصويره حيت هذا راه فيسبوك ولا اي موقع اجتماعي راه كلشي يمكن له يشوف استعمل هذوك الامور اللي تنحطوها بطبيعه الحال، ولي بارطاج فين كيوصلوا وفين كي حتى هما كيقدروا يمشيو بعيد. اكيد لالا حنان، طبيعة الحال كونك صحفية وناشطة عبر الفيسبوك أكيد أنه عندك قراءة فيسبوك إنستغرام إلى غير جميع المواقع التواصل الاجتماعي، أكيد أنه عندك يعني واحد صورة معينة. للأسف اليوم كنشوفوا بلي في مجتمعنا حطينا واحد صورة للنموذج المناسب للارتباط سواء من رجل أو من بنت، إذا بنت خاصة تكون بمقومات من الجمال معينة بماركات معينة، وإن كانت يعني اوتنتيك بروميير شوا، ولكن المهم انها تكون ماركات بشكل معين. صبحنا كنسوقوا للبنت واحد الصوره من الجمال، ولكن انا كنتحدى بعض السيدات اللي كيسوقوا هذه الصوره يفيقوا في 6 الصباح بلا مكياج ويعطيونا التصويره ديالهم باش هكذا البنات شي شويه يفهموا شنو هو الواقع، لانه كلشي باغي نيف محدد بشكل معين، حنا كمحددين بشكل معين، حجبان مرسومين بشكل معين، خاصها تلبس من ماركه معينه، وكيتسوا بهذا الشيء فيه منطق تسويقي اللي كيخدم بالصوره ديال المراه. وبلي كنشوفوا واحد النموذج لا خاصني نكون على شكل 8، خاصني يكون عندي ارداف بشكل معين، صدر بارز بشكل معين، خسر ما كاينش خلاص. سمحنا كنحطوا واحد الصوره للجمال ديال البنت، وفي هاد الجروبات كنلقاو ابرز الصور كتعتمد على ابراز الصدر، المؤخره، ابراز بعض المفاتيح بشكل معين، مكياج بشكل معين، حتى انها تقدر تستقطب واحد النوع من الشباب اللي ربما غيحقق واحد الحياه اللي هي كتحلم بها واللي هي عايشه في الخيال ديالها. بالنسبه للشباب ايضا صبحنا كنشوفوا ابراز دائما الجسم الرياضي، كما كيقولوا الشباب ميناتهم خاصني نوصل الطابليت دو شوكولا ترسم، صدر بارز، كتف عراض، سياره فارهه، ما نقبلش من اقل، ما نقولش انا بعض الماركات لانه تحت المهم سياره فارهه، خاصني نطلق موسيقى بشكل معين وانا سايق السياره، خاصني نتكلم بواحد الشكل معين، وفي بعض الحين نستعمل بعض الخطابات الدينيه اللي من قبيل انا بغيت مراه كذا اللي كتعرف بينها وبين الله، اللي نفيق انا وياها نصلي الفجر، اللي انا بغيت نعيش انا وياها الحياه الورديه، نولد ولادنا ونعيشها اميره الى غير ذلك. الصوره اللي البنات في العالم كلهم تقلبوا عليها، واللي ما غنقولش مستحيل ولكن صعيب عاوتاني الا وصل بك الخيال حتى تعياي، صعيب انك توصلي لديك الحياه المثاليه لان ما كايناش على ارض الواقع. المدينه الفاضله لا توجد على ارض واقعنا، وانما قد توجد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي افتراضيه. اذا بزاف ديال الشخصيات صبحنا خلقينها في المجتمع، وبعد الناس صبحوا كيوضعوا لها كما كنقولوا لا سيناتور، كيقول لك المجتمع اليوم اصبح يعتمد عن الجنس والمال، ونرى ذلك في صور عديده. والسؤال ما هو؟ هو هذا
قلت دويت بزاف. يعني انت انت بالنسبه لك قراءتك الاجتماعيه في هذا الباب، انت كتشوفي الصور، كتشوفي هذه الامور، يمكن كتكرسي نفس طيب سكينة قلتي واحد النقطة مهمة جدا اللي هي ذكرتي هذه القضية ديال الصور، وذكرتي ذكرتي الفرق بين الاثنين، وبغيت نقول بأنه حنان قبيلة هضرات على الصحة النفسية. بعد حنايا كنساو واحد الحاجة مهمة جدا، أنا جو نو سوي با اون سيكولوج، أنا ماشي طبيبة نفسية ولا استشارية نفسية، وإنما كنقول الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذوك الناس اللي كتلقيهم هما اللي موجودين بكثرة ويعلقون بكثرة اللي كيأمنوا بالله. لا نؤمن بالله ونسأل الله قبل ما يعطيك أي أوامر أمرك باستعمال العقل، لأنك خدم عقلك يا بني آدم. أنت يا من اللي كتوصل فعلا الصحة النفسية كتبغي سلامة العقل. أنا كنربط هذا الشيء، ما عرفت جنسيبا، أنا لا أعلم إلى أي مدى هذا الموضوع صحيح، ربما حنان هي اللي بلو سبيسياليزا تعاوني فيه، ولكن الصحة النفسية مرتبطة بسلامة العقل، وسلامة العقل مرتبطة بسلامة المحيط. من اللي انت كتكون كبرتي في محيط عادي جدا، ما فيش فرق بين البنت والولد، الام والاب مربيين الابناء على اساس انه الحياه الطبيعيه هي الاهم، بانه انت حياتك كيف ما كتعيشها هي الحياه اللي خصك تكون عليها، وما خصكش تبين بانك يعني تقلب على شي حاجه فوق الطاقه ديالك، او لا تبين بانك ماشي داك الانسان اللي انت عليه في الطبيعه ديالك. انه فوق اوبليي كو ما خصناش ننساو بلي لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه للناس خدامين عليهم، مثلا حنايا خدمتنا اننا نكونوا متاحين على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني ممكن انك تحطي صوره غايه في الجمال، ولكن ممكن انك تحطي صوره وانت فيها طبيعيه جدا. جون سيبا واش كتابعيني بزاف الانستغرام سكينه؟ طبيعه الحال كنتابعك. فوالا فوالا من بين الامور اللي كان طبيعه المهنه حنا كتفرض علينا على انه يكون عندنا تواصل مع الناس وتواصل، ولكن كنركز بزاف على طبيعه الشخص في الصور. مثلا كناخذ دي فوتو، كناخذ تصاور، وانا يعني ما دايرش مكياج، وانا ماشي من النوع اللي كيدير المكياج، علما انه بامكاني انني ناخذ صور جدا جميله مع مصورين محترفين وما الى ذلك. ولكن غنرجعوا لهذه القضيه ديال العقل، اننا اليوم محتاجين اننا نستعملوا العقل ديالنا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. اذا كنتي انسان عادي من غير الناس اللي كنعتبر عندهم مشاكل جنسيه وعندهم شهوات وعندهم يعني متربصين موجودين على الانترنت متربصين بالنساء والاطفال و و ملي كتكون عندك ملي كيكون عندك عقل كتستعملو، كتعرف بانه لو فيرتوييل سي لو فيرتوييل، يعني الافتراضي العالم الافتراضي هو عالم افتراضي، انك ملي كتدخل في انجذاب لشيء ما اللي موجود على هذا العالم الاجتماعي الافتراضي عفوا، الا وانت توني با ستابل، انت غير مستقر في العقل ديالك، ما عارفش شنو باغي، كتشوف الدنيا غاده، كتشوف في المواقع التواصل الاجتماعي بانه الناس عندها الفلوس، البنات ايزون بوكو دارجون، الدراري معيشين حياه فارهه وما الى ذلك، وداك الشيء سي با فري. ولكن انت تعتقد في قراره نفسك بانك الا درتي بحال هكا راه يقدر انك تحقق واحد شويه من داكشي اللي باغي، الوغ سي با فري. دونك حنا غنرجعوا عاوتاني للعقل وغنقول لك من هذا الشيء كله استعمال العقل ضروري جدا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الى اي مدى حنان كتشوفي هاد النماذج اللي خلقناها كنموذج صحيح الا بغيتي تعيش الحياه السعيده كما تنقولوا، خاصك تكون نموذج من النماذج اللي انا شرحتها ربما في في في, في سؤالي ليك. نو هي ليست ماشي اشكاليه نماذج صحيحه، اصلا ما كاينش نموذج صحيح في المواقع التواصل الاجتماعي، ليس هناك نموذج حقيقي. اي واحد كيف ما بغى يكون عنده واحد نسبه معينه باش انه يبين واحد الناحيه اللي باغيها انها تبان على هذوك المواقع، نسبه يعني لو بارفي نيكزيست با، هذه هي الحقيقه ديال مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى ملي كتكون نتايا في داك لوبتيك او في داك المسار ديال انك باغي تبين الناس بانه اقدر انا نجيب لي فولوور، وانا ما كنحط مكياج، ما كنديرش فوتو سيكسي، ما كندير، مي سي ديفيسيل، هو في الحقيقه صعيب. ولكن الا عودتي لا كوميونيتي ديالك على انك تجذبهم بطريقه معينه، ممكن انهم يتبعوك، ممكن انهم يتبعوك من خلال العمل ديالك، ممكن انهم يتبعوك من خلال المضمون ما تقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن انهم يتبعوك على اساس انك انت مثلا تتطرق لموضوع ما وتكسل فيه، يعني تناقشه بطريقه معينه وتثير انتباه الشخص اللي غيتابعك. ولكن الا مشينا نهضروا على فيسبوك بوحدو، نهضروا على تويتر بوحدو، باسكو تويتر ساغيست كوميم اون بلاتفورم اللي مختلفه على فيسبوك وعلى انستغرام،
انستغرام سي بلوس فيديو فوتو تويتر ربما مازال ما ما ما, ما كاينش اقبال كبير ديال هذه الفئه اللي كنتكلموا عليها اليوم على تويتر. يمكن كاينين ما بين فيسبوك وانستغرام، تويتر مازال شي شويه كاين بزاف على الفيسبوك. تحرش والتحرش واللي جروب والتجمعات والتحرش والتربصات وما الى ذلك موجوده اكثر على فيسبوك، الفضائح وكل كل شيء موجود على فيسبوك، لانه اصلا يعتبر البلاتفورم الاولى او المنصه الاولى التي اكتسحت العالم قبل تويتر قبل انستغرام قبل كل شيء. لذلك الناس اليوم اي واحد كتمشي للباديه انسان ما كيعرفش فيسبوك كتلقايه مرا ولا راجل مقاري ما والو عنده فيسبوك، دخلوا له ولده وهذا هو التليفون والبارطاج انه فيكو غولي غير كيبارطاج انت كيتبع. يعني لا كوميونيتي ديال فيسبوك كثيره وللاسف الشديد اميه جدا. سي تريس دو دير سا، تعيس انني نقول هذه الكلمه، ولكن ملي كتقارني كتدخلي الفيسبوك مثلا كتلقاي انا شوفي انا صحفيه وانت صحفيه مثلا، انا كنحط مواضيع بعض المرات مناقشه في البرنامج ديالي، ناقشت مثلا حريه النساء في العالم العربي ودخلت في موضوع ديني اوكي اللي يقدر نجبد لك مثلا نقطه من بين هذه النقاط اللي هي الحجاب، غتلقاي امه لا اله الا الله كتقول لك والشتم غيتوجه لك اكزاكتومون، علما انك انت ملي كديري البرنامج ديالك كتجيبي رجال دين وكتجيبي ناس متخصصه في الموضوع، ولكن ملي كتجي تحطي الموضوع فقط كتحطي انت جمله صغيره في فيسبوك كتشوفي واحد الكم الهائل ديال الاص. اولا عدم الدرايه بالدين، ما عارفينش الدين فعلا شنو هو، كتلقاي بانه هناك شب وشتم وكيدخلوا عندك الخاص وممكن انهم يهددوك انك انت يا توي مثلا فاسقه لانه ما حطاش الفولار ولانه تتكلمين عن الدين وانت ما دايرش بزاف ديال الحوايج. داكشي اش كنقول لك، فيسبوك منصه خطيره جدا على كافه المجتمعات عربيه غربيه، كتبقى منصه خطيره لانه الفيكولا ميساج دو ان قبل من كل شيء، يعني عند هذاك الرساله ديال الكراهيه، الرساله ديال التشدد ديال قبل من بزاف ديال الامور اللي ممكن اننا نشوفوها في فيسبوك كذلك واللي هي ديال. نعم للاسف هو في جميع الاحوال، يعني كيف ما قلتي حنان هذا الاشكال هو مطروح وربما انا يخلينا انا نقلبوا على انه نشوفوا فيه قراءه اللي هي يعني قراءه نفسيه. كنلقى واحد العدد ديال الناس مثلا اللي كيدخلوا الفيسبوك او انستغرام، انا شخصيا كنفضل انه الانستغرام ما يكونش وصل يعني الارقام خياليه في المتابعين، انا نفضل انه يكون عندي 1000 صديق عبر الانستغرام و500 صديق عبر الفيسبوك، وكاين احترام على انه يكون عندي الالاف المؤلفه والملايين وكاينه قله الاحترام. ومع ذلك كتلقى بعض الناس اللي كيدخلوا مثلا يقدر لانه ربما انت يعني بحكم المهنه كيف ما قالت الحنان كتواصل مع الناس كتحط صور ديالك الى غير ذلك، وعلاش كما ربما قالت علاش ما ديرش الفولار، وعلاش دايره الفولار بهذه الطريقه مثلا، علاش كتلبس بهذه الطريقه المعينه، لا هادشي ما مناسبكش، بعض الاحيان السب والشتم ما عنده حتى شي تبرير. مساله اللي كتلقاها في جميع المواقع، كتلقاها في جميع الجروبات، واحد داخل كونيكسيون ما كيدير حتى شي حاجه الا انه يسب ويخرج واحد لاغاش اللي هي كبيره بزاف ديال السبان والمعيار والكلام النابي، وكما تنقولوا حنا في دارجتنا باش نكون اقرب من المصطلح، من الصمت لتحت كيلقى واحد المتعه في انه يستفز الناس وانه يسبهم يعايرهم. هنا نبغيو نتكلموا على البعد النفسي ايضا في هذا الباب هذا، خاصه ملي كيقيس هذه الفئه ديال الشباب انت نقولوا 20 عام وانت غادي، ملي كيبدا يتشحن بهذا النوع من الطاقه، سبني عايرني، لا بغينا نديروا اللايف باش يوصل للالف المؤلفه خاصنا نتسبوا، خاصنا نقولوا كلام خايب، خاصنا نحطوا يعني واحد نموذج معين، خاصنا ندويو على الجنس، خاصنا ندويو على مصطلحات معينه، الا اختارينا موضوع اللي فيه واحد تقدير واحد الاحترام غيتبعوا 10 ولا 15. المساله اللي كتطرح سؤال، شبابنا فين غادي؟ واش حنا محتاجين اننا نسمعوا كلمات على الجنس، الكلمات النبيه باش نحسوا بواحد المتعه وواحد الارتياح بانه حنا راحنا بخير؟ تفضلي لحنان. شكرا. دابا واخا خصك تقولي شكون حنان سكينة؟ حنان غنرجع لعبد الله ونعاود نرجع لغيطة. داكا الوغ اخترتي واحد الموضوع زوين، انا غنترجمو بواحد لو كونسيبت سميتو راس المال الاجتماعي. هذا هو اللي في خلال هذا المشوار ديال حلقات التواصل الاجتماعي وهذا الفوضى العارمة وهذه العشوائية اللي دوات عليها الأخت حنان،
كنلاحظ بان هاد شبكه العلاقات الاجتماعيه الفعليه ما بقاتش ولات فيرتوييل ياك. شنو خلق لينا هادشي؟ صبحت عمليه التواصل الاجتماعي خلقت واحد الشكل جديد قضى تماما على ديك الحميميه اللي كانت في داك اللقاءات، قضى تماما على داك تبادل العبارات وتبادل النظرات وتبادل يعني تم واحد المسح ديال هادشي كله ياك، باش تعطينا واحد العمليه التواصليه كتظهر لنا المشاعر والاحاسيس كيف ما قلت قبيله بالجسد بالصوت بالتباهي. هادشي منين جا؟ جا من مكبوتات، جا من مجموعه مكبوتات دي غوفولمون اللي الانسان عاشها في وقت من الاوقات واحد تاريخ نفسي، وجات واحد الفرصه انه يفجرها بشكل او باخر كيف ما قلت بداك ليدنتيفيكاسيون سوسيال. هذا من جهه، من جهه اخرى كتولي هاد طبيعه الحال هادشي راك قلتيها سكينه، هادشي عزز تداك التحرر بين الجنسين ولا واحد الاباحيه بشكل، ولينا حنا دابا اللي كبار كنسموا حنا بحال دابا اكل علينا الدار وشارب باسم العفه واسم الحشمه وباسم لا بوبرتي وهذا، الوغ كو حنا كنناقشوا يعني مسائل اللي هذا كنتكلموا حنا كيقول لك دابا نتوما هذا عهدكم وهذا عهدنا وهذا، الوغ نو هادو مجموعات نعاودها ديال المكبوتات النفسيه اللي كيعيشها الانسان في حياته، وملي كتجي واحد الفرصه باش كيفجرها راه كيفجرها، وقلتيها مع الاسف كتظهر بشكل عنيف بشكل بواحد لاغريسيون خايبه، تاخذوش الحياء تاخذوش العفه. شنو كنت غنقول؟ كنت غنقول واحد الفكره زوينه هضرت عليها حنان وقيتها باش ما ننساهاش. جو ريميرسي لان فكرتيني واحد الكونسيبت كاين في لا سيكولوجي، هو سكي بسيكولوجيك سكي بيغمون بسيكولوجيك اللي كيرجع للذاتيه ديالي اي سكي مونتور سكي لانفيرونمون، وهذا اشكال، هذا اشكال جاري فيه الحديث وما عمره ما غادي تحسب واش شكون اللي كيأثر شكون اللي كيحكم اكثر، واش الذاتيه ديالي واش التكوين البيولوجي النفسي ولا لونفيرونمون. بمعنى انا مثلا لقيت راسي في واحد العائله متشرده عشوائيه كاين جرم كاين هادي كاين هذا ومشيت معاهم لانني تاثرت في داك لونفيرونمون، وكنلقاو عاوتاني نفس الحاله وكنلقى بان انسان حاول كما كنقولوا يشتغل على نفسيته يشتغل على تكوينه النفسي لا كونستيتيوشن بسيكولوجيك ويمشي بعيد على لو ديفلوبمون بسيكولوجيك ديالو وما تاثرش بداك الانفيرونمون. اذا هنا كاين الاشكال، الا بقينا كنقولوا راه المحيط راه عمرنا ما غنخرجوا من هذا الحديث، عمرنا ما غنخرجوا من هذا لو ديبا. الوغ انا شنو كنقول؟ كنقول مع الاسف هناك اعاده الانتاج لكل ما هو سيء. مع الاسف حنا محتاجين اليوم غنخرج من نحط سمحوا لي لا كاسكيت دو لابسي وغناخذ لابسي لا كاسكيت دو لا سوسيولوج. حنا محتاجين الفكر، حنا محتاجين الفكر جديد ينبع فينا ينبع. ملي كنقولوا فكر كنقولوا تنوير، كنقول وراك قلتيها ما بقاش دابا ما باغينش حنا داك المجتمع ديال افلاطون اللي كيعطينا يعني سكي المدينه الفاضله، المدينه الفاضله سكي بارفي. حنا محتاجين فكر لا اقل ولا اكثر. الحمد لله الحمد لله نقولها ولا واحد الاقبال كبير على علم النفس، لان ملي تنقولوا علم النفس تنقولوا اعاده لا روميز اون كيستيون de tout ce qu'on a vécu de toute l'histoire psychologique de l'individu. باش كنرجعوا كنعطيوه نصفوه، لان ملي كنصفك انت مراهق او انت ادولت ولا كنصفك كنعطيك الحق، كنعطيك الحق في الكلمه كنسمعك بعدا. هاد العزله علاش هما دابا لقاو مواقع التواصل الاجتماعي حنا كنلوموهم، وي كنلوموهم، ولكن واش حنا سولناهم؟ واش حنا عطيناهم؟ شنو عطيناهم كماده؟ شنو لقاو؟ طبعا انا ما نكذبش عليك سكينه، والله الا كيبقاو فيا الشباب كيبقاو فيا المراهقين اللي عايشين ولادنا مع الاسف ما عاشوش ما شافوش ما عرفوش ما
ودابا كنطلبوهم باش يعطيونا لو غوتور، مي كيس كي فون نو غوتورني، مي كيس كنا دوني نو. ها علاش قلت لك محتاجين واحد الفكر بحال ديك المحرات باش اللي كيقلب لك الارض وكيعاودها، فكر جديد. ما نتسناوش حنا هاد الشباب هو اللي غادي يعطينا الو، غادي فكره. هضرنا على اعاده الانتاج، اعاده الانتاج لان ملي كيكون لا ريبرودكسيون، كيف ما كاينه لا ريبرودكسيون في لو تيرم ايكونوميك، كاينه لا ريبرودكسيون اون تيرم ولا اون سونس بسيكولوجيك. وهضر عليها واحد ديبار ديو، يمكن واحد لو بسيكولوج فرونسي معتوش باقي عايش ولا مات، لا غوب هذا كيعجبني هذا لو كونسيبت. بمعنى ملي كنعطي ملي كننبع كندير دماء جديده وضخ دماء جديده بشكل جماعي وكندير واحد الانتاجيه زوينه، راه كتكون اعاده الانتاج. كندير فكر جديد، كندير تربيه جديده، كندير كيكون اعاده الانتاج بنفس الشكل. ملي كيكون الاجرام وكيكون كنبقاو غاديين في واحد الحلقه مفرغه كندورو، راه كتكون اعاده الانتاج ديال هذيك الماده. بون، هادشي اللي كنت باغي نقول. احنا مازال غنرجعو ندير تشوف واحد النقيطه اخرى لحنان، لان الوقت كيمشي بسرعه. غادي ندير واحد الفكره وحده ما كرهتش سكينه نضيفها، هو ان هاد المواقع التواصل الاجتماعي بقدر ما هي يعني مهدمه وبقدر ما هي حطمات مجموعه ديال القيم ومجموعه ديال هذا ديال التواصل، بقدر ما هي حلات واحد المشكل ديال لا فوبي سوسيال. يفو لو دير غير ما هو بداك الشكل عشوائي وبواحد الاستهتار مع الاسف. اما هي حاجه عندنا في يدينا راه فيها ايجابيات وسلبيات، حنا اللي كنختاروا واش ناخذوا ايجابياتها ولا سلبياتها. للاسف فئه كثيره اللي خدات من سلبيات هذه الامكانيه هذه اللي فيها ايجابيات اللي هي مهمه. اكزاكتومون، حيت لا فوبي سوسيال كونط اون بارل دو لا فوبي سوسيال، يعني الانسان ما تيقدرش يهضر، ما تيقدرش يعبر، يقدر يكون راسو عامر وباغي يسكسبريم، مي اي بو با il rougit, il devient complexe ou هادشي كيأثر له على الحياة ديالو فيما بعد، في الحياة المستقبلية العملية مع ولادو مع الزوجة ديالو، يعني كيكون ان هانديكاب بور لا في انتيير. اذا هاد المواقع التواصل الاجتماعي ولا هاد لي لايف اللي كنديروا ولا هذا، كيلقى الانسان كي قالت قبيله غيتا الي ديغيير ان ايكران، الي ديفون ان كلافي، يعني ماشي داك لو كونتاكت نقص شويه. Ça lui a donné le temps de s'exprimer, le courage. هادي مهم نهضروا عليها. مي قلتي مع الاسف استعملناها، علاش؟ حيت ما عطيناش لي زوتي، حنا اللي ما عطيناش لي زوتي، حنا اللي ما قنناش مع الاسف. للاسف. لالا غيتا، انا ربما معك بغيت نسير واحد النقطه، هو انه حنا المفهوم البشري فيه خير وشر، يعني فينا واحد النسبه من الخير ونسبه من الشر. المشاعر الانسانيه كتحرك، والعقل هو اللي كيخلينا نسيطروا على 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 مشاعرنا، لانه الانسان كيشوف واحد الانسان بشكل معين كيقدر تغير، يعني تحرك فيه شويه مشاعر الغيره، احيانا للاسف كتطور الحقد، كتطور الكراهيه، او احيانا كتطور لمحبه اكبر وطموح على انه الانسان يوصل داك النموذج اللي كيشوفه اللي كيشوف هو صحي او لا كيعجبو الى غير ذلك. في وسط هذه الامور هذه، واش ما كتشوفش بانه هاد اللقاءات الافتراضيه كنلقى راحتي في انني نسب ونعاير واحد الشخص ما كنعرفوش غير لانني شفت فيه واحد الشكل معين او لقيت فيه واحد الشكل معين، او في بعض اللايفات اللي ربما كتكلم على الجنس او لا كتكلم على امور اللي هي مفتوحه ما كاينش لي ليميت، كنلقى راحتي فاش نبقى نشوف ديك لا بيرسون نبقى نسب ونعاير، او لا ربما هذيك لا بيرسون عندها ميولات جنسيه اخرى ومعروفه عليها فكنلقى فرصه باش نسب ونعاير. وفي بعض الحين انا كنسب ونعاير وما عرفتش علاش كنسب ونعاير. تبدي تطرح سؤال، شنو هو البعد النفسي اللي يقدر يخلي الانسان يكون واو حتى لهاد الدرجه، هنا النفس ديالو محبوسه عامره باغي غير امتى يلقى شي حد اللي يستفز فيه شي حاجه، ولا اللي ما يستفزهاش فيه كاع غير يبدا يسب ويعاير ويخرج. كيكون عندك الحق، كاين بحال قلتي فينا كاين كيكون بحال قلتي باك ديك لو مانك دانتيراكسيون، فاش كنكونوا جالسين مع شي واحد بحال الا قلتي بحال اللي قلتي كيكون هذا هذاك الانسان اللي قبلتي كنتكلم معاه كنشوفوا ردة الفعل ديال داكشي اللي غادي نقول، كنشوفوا شنو غادي يحرك فيه. ها غادي نشوفوا الحركه ديال عيني، غادي نشوفوا واقيلا الدموع غادي يطلعوا، غادي نشوفوا وداكشي اترافير ليكرون ما كيبقاش،
واكثريه الا كانت غير شي صوره بحال هكا، ولا كانت والواحد كيبقى بحال اللي قلتي كيخويه على قلبه كيدقع داكشي الشر ديالو كيقدر يخرجوا، حيت شنو عنده غير داك ليسباس، عنده غير داك الوقت اللي يمكن له يقول ويمكن له يسيكسبريم ليبرومون. ولكن بحال اللي قلنا عاوتاني قبيله، حيت كاين ما بين احنا كلنا عندنا الافكار، نقدروا اون جوج، نقدروا اون بو جوجي لي بيرسون، نقدروا سميتو غير عندنا داك لو سيغ موا ديالنا كيقول لنا كيقول لنا بحال واحد لو غابيل على لوا، لو غابيل لي كيقول لك لا هادشي ما غاديش يتقال، هادشي كيدير لنا واحد لي فرونتيير. وف لي كيفاش كيكونوا هذاك لي كرون، ماشي داك لو سيغ موا ما كيبقاش، ولكن كنقدروا on se permet plus. وهادوك الناس اللي كيبقاو يفرغوا ويبقاو يسبوا ويعايروا، ما كيولي واحد بحال قلت اختلاط ما بين لو هذا لو ريال اي لو كوتي بحال قلتي فانتاسماتيك، كيبقاو كيخليو داك لو كوتي ديالهم كي فانتاسماتيك يسيكسبريم ليبرمون ديك الساعات. وهذا هو اللي خطير، حيت كاين ا مومون دوني خاص الواحد بحال قلتي نقولها بواحد الطريقه غير يجمع راسو شويه باش بوغ سو اتر كونتينو، الواحد اللي يكون ما نقدروش بحال اللي قلنا قبيله في الحياه الحقيقيه نهضروا بداك الشكل هذا، حيت ديجا في هذيك الانتراكسيون في هذاك الشخص اللي قبلتي غادي نشوفوا بانه كاين شي حاجه اللي كتحرك في الاخر، كتكون عندنا واحد لامباتي، كتكون عندنا، ولكن قبلت ان اكران، قبلت ان كلافيي، داكشي بحال الا كتجي كتغطيه واحد شويه كتغطيه. دونك كاين الواحد بيان سور على حسب الشخصيه ديالو، على حسب لا ستركتور ديالو، على حسب هادي، كاينين اللي كيتغطى قلتي داكشي اكثر من الاخر، كاينين اللي فون بلوس ميتر. حيت ربما لا سمحتي لي في هذه الحاله هذه، شنو يمكن يدفعنا اننا ندخلوا ربما في علاقات اللي هي الا بغينا نقولوا علاقات مشبوهه، كل شيء مفتوح فيها، كتلقى بعض الناس اللي ربما يقدروا يدخلوا في علاقات جنسيه عبر هاد الامكانيات ديال التواصل. كاينه مواقع انا ما غندخلش الاسماء منها، ولكن انا تفاجات بانه كاينه مواقع اللي كتنظم امكانيه اللقاء الجنسي، فما الحل ما بين جوج الاشخاص، ماشي بالضروره نعرفك وتعرفني، ولكن عندنا واحد الرغبه جنسيه، اذا نقدروا من هنايا نتلاقاو ماشي بالطريقه التقليديه وانما بطريقه افتراضيه، نربطوا الاتصال مع بعضياتنا ونتلاقاو من اجل واحد اللقاء جنسي، ومن بعد صافي ما كتعرفني ما كنعرفك. كاينه مجموعه ديال الامور سبحات كطرح سؤال، واش هذا الشيء عنده شي تفسير نفسي، فين غاديين؟ هذا هو اللي خطير، حيت كيقول لك بحال اللي قلتي في هذا ام سيكولوجي، كيقول لك اون لو دووا دو فانتاسمي، عندنا الحق بان احنا نتخيلوا شحال من حاجه، ما حد كيبقى داكشي دو لورد دو فانتازم، كيبقى داكشي مثلا عندي واحد بنادم قبالتي عصبني باغي غير شي حاجه غادي نقتلو، ولا فإلا قلنا في هدف ما غاديش ما بين داكشي اللي غادي نفكر وداكشي ما غاديش ندير ان باساج لاكت فورسيمون على داكشي اللي كنحس به، غادي نبغي نجي واحد نطرشو ولا نجي واحد نضربو ولا هادي، عندي ديك الرغبه، ولكن صافي با دير بانني غادي نوصل حتى غادي نطرش ولا غادي نضرب هذيك لا بيرسون. وهذا لهاد لو موند فيرتوييل داك الافتراضي دار ولا داكشي بوسيبل، ولا لا رياليزاسيون ديال لي فانتازم ولا بوسيبل، وهادشي هو فين كيولي خطير. وفاش كيبان ابارتير دو مومون اللي الواحد كيوصل لو فانتازم ديالو، هذا هو اللي كيولي خطير. علاش؟ حيت بوغ لوي توتي بوسيبل، راه كلشي ممكن، الى غير الحاجه بغيتها ولا تخيلتها ولا هادي راه غادي يمكن لي نوصل ليها. وهذا هو اللي كيولي خطير في لا كونستيتيوشن ديال كل واحد فينا. و هادشي دونك كنهضروا فهادشي ديال على الجنس، ولا على القتل، ولا على الاغتصاب، ولا على كاين الحوايج اللي خطرين، وكاين الحوايج اللي غادي نقولوا شويه خفاف على اللي كنا كنهضروا عليه قبيله، على داكشي ديال الجسم، على لا بوتي الجسم ديال المراه ولا ديال الشاب ولا ديال الشابه، ديال كيفاش كيوصلوا
عندنا ناخذ المثال ديال انستغرام، كيقول لك هذا حقا غتكليكي مره واحده على اون ايماج ديال شي حاجه، ديال شي تصويره ديال مع شي مغنيه، شي مانكان، شي هادي، شي كوتش ديال الفيتنس، كيبقاو يصيفطوا لك داك لي زالغوريثم، كيبقاو يصيفطوا لك دوك التصاور ديال ديك ليماج اللي كليكيتي عليها، كيبقاو يبان لك غير دوك لي زيماج. الواحد واخا يكون واخا يكون عادي ويكون في عقلو مزيان ولا هادي، عندنا من بعد نوبات دي فراجيليتي، عندنا من بعد نوبات اي واحد فينا شي مرات ما كنكونوش هو هذاك. كيوصلونا دوك لي زيماج، كيوصلونا ديك لي زيماج، كنبداو نشكو في راسنا، نشكو كي داك الثقه في النفس ديالنا عاوتاني كتهبط، وكيبقاو داك التساؤلات، احق تا انا بغيت نصوب الفم ديالي يكون بحال هكاك، تا انا النيف ديالي، وكيبقاو داك لو دوت وداك الشك كيدخل كي وداك والثقه وديك الساعه فاش الثقه ديال النفس هي كتقاس. وكنشوفوا بانه راه كاين بنادم بزاف كيوصل، وعاوتاني غادي نرجع لهذا ديال لو فانتاسماتيك ديال ايوا راه هادي راه هي صوبات. وكنشوفوا لي في المغرب لي كلينيك استيتيك حتى هما كيبوستيو ديال لافون لابري ديال الفتيح، سميتو دونك تو دوفيان بوسيبل. وهذا هو اللي خطير، سي كو تو دوفيان بوسيبل الوغ كو نورمالمون تو ني با بوسيبل. كاين شي حوايج كنقدروا نديروهم، كاين شي حوايج ما كنقدروش نديروهم، كاين شي حوايج كنقدروا نتخيلوهم وقيلا نعطيو راسنا لي مويان باش نديروهم، وكاين شي حوايج راه كي سون انترديت ولا ما يمكنش ولا هادي. وهذا هو اللي فيكون ما بين لو ريال و لو فانتازم، هادشي اللي وبصراحه ما سخيتش بكم، وحسيت براسي في هذه الحلقه من دافعه بزاف، عندي بزاف ديال الاسئله وبزاف ديال الحوايج اللي بغيت نبارطاجيهم من خلال هذا اللقاء هذا، لانه للاسف بزاف ديال الصور اللي صبحات كتخلعنا كاعلاميين، كصحفيين، كامهات واباء، كشباب اللي يمكن او كاسر اللي يمكن كتطلع في واحد المجتمع اللي يكون احسن ويكون اجود ويكون على مستوى اعلى. ربما لالا حنان عبد الله كان عندك شي تعقيب قبيله تناخذوه قبل ما نمشيو للرساله الختاميه، لانه مابقاش معنا وقت كثير. تفضل. صراحه بإجازة نقول لكم بانه ما كايناش مجتمعات مثاليه، ما كايناش شخصيه مثاليه، ما كاينش شيء مثالي. كاين واحد الحاجه اللي انا ديما تنقولها، تحكيم العقل كل شيء، ولا عندنا وليدات تربيوهم على اساس انه الواقع واقع، الافتراض افتراضي، والإنسان اللي ينجر أو لا ينجرف وراء كل ما يحدث. أوكي هذه دارت عملية غنتبع هذا، صوب دار هذه غنتبعوه، عندي شهوة، أوكي غنمشي لمواقع التواصل الاجتماعي وغنلبي هذه الشهوة ديالي، بغيت نعتدي على شي واحد، نكري أن كونت وندخل نبدا نسب فيه ونعيط فيه. جو بونس كو هذا الشيء كله سي لي زونجو دي ريزو سوسيو. سي اون فيت كون تو بيان كومبري تو كومبران كو كتفهم بأنه المواقع التواصل الاجتماعي هي دايره هكا، اي اونكور بيغ بلوس، بمجرد ما الحياه ستتطور وغنزيدوا في السنوات القدام، الا وغيكونوا الامور اكثر تطورا واكثر فظاعا من اللي عايشينه حنايا، غيكونوا التكنولوجيا ستتاح بشكل ذكي جدا وما الى ذلك. وبالتالي اللي عنده العقل ديالو راه الى تو الحياه، اللي عنده عقله عنده كل شيء. سي لو بلوز امبورطون تحكيم العقل، العقل ولا تفريط ولا إفراط في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، هذا هو المهم بالنسبة للمتلقي. أما بالنسبة للمستعمل فعندك كاع الفئة ديال المجتمع، يعني ما تقدرش تحكمي في المستعمل، ولكن المتلقي بإمكانه أنه هو يخدم على نفسه ويحكم العقل دياله ويعرف شنو ممكن يأخذ من مواقع التواصل الاجتماعي شنو ما يأخذ. إفكتيفمون كيظهر لي بأنه جواب واضح ومقتضب الصراحة، الواحد هو بيدو يتحكم في أشنو اللي يتبع وأشنو هو اللي يرفض. ولكن بزاف ديال العمل على الإنسان، ولكن سي بوسيبل. نترجاو الخير في القادم يا ربي. بصراحة ما سخيت بكم، ما سخيت بهذه الجلسة الزوينة معكم، خاصة وأنكم ضيفات عزيزات بزاف على قلبي. ما كرهتش، كل برنامج فيه ساعتين باقا باغا نجمع معكم ولكن تجاوزنا الوقت. في الختام لالا حنان الشاوي، رسالتك المباشرة من خلال هذا النقاش اللي فتحنا اليوم بين أخذ ورد، شنو ممكن لك تقولين؟
انا بغيت غير نقول لك واحد التعقيب على داكشي اللي جو داكور بيان سور افيك غيتا. بغيت غير نزيد واحد المعلومه، حيت انت اصريتي على هذه القضيه وكنلاحظوها بزاف، كنلاحظوا واحد العنف كبير في الخطابات، في التدخلات، في الانسان تيتعطى غير الميكرو غير باش يقول غير الراي ديالو، كيهضر بواحد العنف، بواحد لاغريسيون. الوغ هادشي شنو سببه؟ اون بسيكولوجي الانسان اللي كيعيش واحد الفتره من الفترات واحد لانجوستيس، عدم الانصاف. ملي كنقول عدم الانصاف، كل واحد والحياه ديالو شنو عاش هنا، وما كيتنصفش اولا ما كيتقالش واحد الكلمه حق اولا واحد التفسير، يعني كتكون واحد لا فيكساسيون في واحد المرحله عمريه على واحد الشيء، ولا على واحد المعيش، ولا على واحد ذكرى أليمة، واحد تروماتيزم. اذا هادشي كيبقى مخزن في العقل، لا ميموار إل غارد تو. الوغ اون فوا اون دوفيان على لاج ادولت سون كون في، فهمتي، في لانكونسيون ديالنا كيولي الخطاب ديالنا كيولي واحد لو روتور انكونسيون ديال داك العنف اللي تمارس فواحد الفتره من الفترات، كسا سوا ان ابي سيكسويل، كسا سوا اون اغريسيون توت سامبل. الو غادي غير فسميتو انا ما كرهتش سكينه، تعطيني شويه ديال الوقت غير كوميم، تكون ديال الجلسه ديالنا مثمره، غير باش نقول لك غير بعض النقيطات باش الناس يتفاداوهم على قبل هاد المواقع، الا سمحتي ليا. لما بغيتيش لا 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 ما نقدرش. الو الحاجه اللي بغيت نوصل، الا شفتي راسك كتنعس بالتليفون، اخر حاجه شفتيها هي التليفون، وكتحل عينيك كتمشي للتليفون، عرف راسك راك مدمن على التليفون. الوغ شنو غدير؟ هادشي تنقولو راه بزاف الناس تيعيشوه، وانا كنت من الناس اللي كندير هكا، كنعس راه حنا مدمنين. الوغ شنو غادي ندير؟ اول حاجه نعرف راسي رانا مدمن، ياك نعرف الا كيفاش غنعرف راسي، نعيش داك، نحس داك لو ديني كي تنقولوا حنا، داك الانكار ديال الحقيقه، لا نقول رانا كنعيش حاله ديال الادمان ديال هادشي، الو خصني نوض نغيرها. ثاني حاجه خصني يكون عندي واحد لا بلانيفيكاسيون، ندير واحد لا بلانيفيكاسيون سواء في السيمانه سواء في الاسبوع سواء في على حساب النهار على حساب سميتو. الو ننظم الوقت ديالي وندير المهام ديالي بالاولويات، ونخلي الدخول الى المواقع التواصل الاجتماعي هي اخر مهمه، باش هي عندي الاولى. ثالث حاجه نختار نهار في الاسبوع اللي ما نحطش فيه يدي في داك التليفون ولا في داك ولا داك الفيسبوك ولا هذا، غنقول اليوم ما غاديش ندخل. انا مثلا كنديرها نهار الحد باغ اكزومبل، وكنفضل نديرها ننصح بها الناس يديروها يوم اخر، يعني يكون عندي او موان دو جوغ ما ندخلش انا كاع لهذا. نقدر نجاوب في التليفون ولكن باش ياخذ ليا الوقت المواقع هذا ونقلب ما نديرهاش. رابع حاجة نحط الأولوية الكبيرة ديالي للحياة الاجتماعية، ديال الحياة الاجتماعية، التواصل ديالي، نمي فوالا، نمي الاجتماعات ديالي، نمي التواصل ديالي، نتلاقى مع الناس، نحاول نقص من داك لو فيرتويال. حاجة أخرى سيكولوجيك عقلش شنو درت بحال في هذه المرحلة الحالية باتخاذ التدابير الاحترازية، حنا باقيين مع كورونا ولا تلاقينا مع الناس ما عرفوش كيفاش نتلاقاو. جوستومون نديرها انا كاتباها هنايا، حتى الا بغيت نتجمع بحال هكا ندير بحال هكا، يكون واحد الاجتماع مثمر واخا يكون عبر المواقع التواصل، تكون واحد الحاجه مثمر اولا اكزاكتومون، اولا نتعلم شي حاجه جديده ندخلها في الصيروره ديال المعرفه ديال المعرفيه ديالي، ما نبقاش غاديه في داك لو ريتويال ديال صافي مشيت في لو ريتم، حيت كتولي واحد لابيتياسيون هي اللي كتولي خارجه علينا ديك لابيتياسيون. كيكون خرج من بغي نخرج من لو ريتويال ديالي من لا زون دو كونفور كنلقى صعوبه، الوغ هنا خصني نبقى انا ندير دائما هاد لو فرا. فوالا وتنشكرك وتنشكر الاخوات، ميرسي بوكو، وهلي خطيك تبارك الله عليك، والبرامج ديالك كلها غزاله بحالك، الله يطولنا عمرك لاله خطيك، ميرسي بوكو، بارك الله فيك، الله يحفظك ليا. لالا غيتا تفضلي. انا غير واحد النقطه مهمه اللي كنت باغي نقولها هو ان كاين ما بين غادي نشوف غير واحد داك لا جينيراسيون ديالنا وجينيراسيون ديال الدراري اللي
اللي كبروا اللي خلقوا في هذا سميتو ديال لي ريزو سوسيو وغادي كيكون عندهم واحد لو ديكالاج ما بين الوالدين والدراري ديالهم ما كيكونش لو ميم انتيغي ما كيكونش هذا سميتو دونك لو بوين لي مهم انا سميتو غير يكون يبقى هذاك بحال اللي قلنا قبيله التواصل ما بين الاسره يبقى لو ديالوغ ما بين الاسره يبقاو لي بارون يكون دائما ان ايشانج بيناتهم وكل شيء تربى على لوتيليزاسيون ديال هاد لي ريزو سوسيو وما كاين غير بهاد الطريقه هادي اللي غادي نقدروا نحميو بحال اللي قلت قبيله الدراري ديالنا ويتعلموا ونتعلموا كاملين كيفاش نستعملوا هادوك لي ريزو سوسيو باش حنايا كيفاش نستعملوهم شنو نقدروا نقولوا شنو نقدروا نكتبوا شنو نقدروا نصيفطوا وعاوتاني فاش كتجينا لا فورماسيون شنو غادي نديروا بها واش غادي واش غنبارطاجيوها ديريكتومون واش غادي المهم نحلوا نتسائلوا على شنو غادي نديروا باش نكونوا بحال قلتي اكتور دوك لي ريزو سوسيو ماشي غير يجيو لي زانفورماسيون بحال هكا كيجيو يهجموا علينا وحنايا غير ها بحال اللي قالت قبيله حنان غير نبارطاجيو بلا ما نتسائلوا على شنو كنبارطاجيو دونك هذا هو اللي كنت باغي نقول غير يكون فوالا لو ديالوغ ونترباو كاملين على لوتيليزاسيون ديال هاد لي ريزو سوسيو الله يعطيك الصحه معلي ما يتسالك لحنان ختاما بارك الله عليكم شكرا بزاف على هاد الجلسه هادي وسما في بليزير انني تعرفت على نساء فاعلات وصراحه الكلام كان شيق غير شويه انا معاه وخديت الدواء شويه جاني النعاس واحد الوقيته ولكن صراحه ما سخيتش لانه ديال غيتا وديال حنان التحليلات كانت زوينه الصراحه ومفيده جدا وكنتمنى انه يعني انا تمنيت تكون كانوا بحال هاد النقاشات يكونوا بزاف يعني في الميديا باش غير وليداتنا يوعاو بهاد الخطوره ديال العالم الافتراضي بشكل عام وان شاء الله نتلاقاو قريبا ان شاء الله باذن الله كنبغي نشكركم جزيل الشكر شكرا ليك حنان عبد الله صحفيه باذاعه موتيكارلو الفرنسيه على المشاركه الطيبه والله يشافيك ويعافيك ان شاء الله واكيد انه انا كنعرفك صديقتي شجاعه ان شاء الله تكوني بخير قريبا باذن الله مفخرة ديال الصحفيات المغربيات طبعا الحال فرنسا ونموذج مشرف جدا انا كنكون فرحانه بزاف ملي كنتابعك وكنتابع برامجك وكنشوف المستوى العالي تبارك الله ما شاء الله كنفتخر بك وكنفرح بزاف لانه نموذج مشرف الله يبارك ليك وتبارك الله عليك وشكرا لانك كتحطي الصوره ديال المراه المغربيه بواحد الشكل مشرف بواحد الشكل المراه المثقفه الواعيه الراقيه شكرا بزاف ليك صراحه جات فرصه باش نشكرك بهذا الشكل وعلى المباشر الله يحفظك شكرا ليك نشكر ايضا لاله حنان الشاوي اخصائيه نفسيه اللي اليوم كانت معنا في النقاش شكرا ليك لاله حنان على الطاقه الايجابيه والزوينه بزاف اللي كتعطينا لاله يخطيك شكرا جزيلا ليك وبصراحه انا متوقعه بزاف باش نتلاقاو قريبا ان شاء الله باذن الله ضروري نبرمجوا ديروا فتنا حنا كنهضروا على الافتراضي ودايرين جلسه افتراضيه انتبهوا واش هذا مشكل انا غنتلاقى معها نيشان اجتماعيا مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازيه باش ما نسببوش شي حاجه ماشي هذيك بروجي ان شاء الله نجمعوا واقعيا باذن الله ان شاء الله باذن الله الله يحفظكم كنشكر ايضا لاله غيتا اوجار اخصائي نفسي بفرنسا دائما لقاء زوين بزاف معك غيتا شكرا جزيلا لك على لا سبونتانيتي ديالك تكون فرحانه بزاف فاش كندوي معك وكنتمنى ان شاء الله نتلاقينا الوقت قريبا باذن الله والله يعطيك الصحه واكيد انه كنفتخروا بك الله يعطيك الصحه غيتا شكرا بارك الله فيك سكينه شكرا عاوتاني بزاف على الدعوه وتانا واحد الوقت كنبارطاجي معكم كل مره زعما متشرفه وكيعجبني الحال هكا نهضروا في هاد المواضيع فالمواضيع اي موضوع واحد يتعلم من كل واحد أكيد وأنا كنتعلم منكم الكثير شكرا جزيلا لكم ختاما مشاهدينا اليوم حديثنا ماشي باش نحاسبوا أو لنقيموا وضع معين وإنما فقط وضعنا يدينا على واحد النقطة اللي صبحات كثير الحافظة ديال عدد كبير من الناس اليوم احنا أمام سرعة كبيرة في علاقتنا مع وليداتنا احنا مطالبين اليوم أننا نكون صحاب ولادنا ماشي نكونوا أب وأم وإنما أصدقاء مقربين خاصة نعرفوا على وليداتنا الصغيرة والكبيرة بدون نية الرقابة وإنما بنية التتبع والتواصل والصداقة الحقيقية
اليوم ماشي عيب نجلسوا مع وليداتنا ونفسروا اليوم، احنا بحاجه انهم يعرفوا منا المعلومه الصحيحه وما يمشوش يقلبوا عليها بطريقه افتراضيه وربما في بعض الاحيان بابشع الطرق الممكنه. هادشي اللي حنا كنشوفوه اليوم كيهدد واحد العلاقه انسانيه اللي هي مهمه بزاف واللي كتبنا لسنوات، ما نجيوش حتى لواحد المرحله ونريبوها بالعيب والحشومه ولا ما خاصنيش نقول وما خاصنيش نحلي عينيه، عينيه محلوله محلوله، اللهم حلها ليه بطريقه صحيحه وفهموا اشنو خاصو يكون وشنو ما خاصوش يكون. من حقكم كشباب ومن حقنا جميع على انه نتكلموا بانفتاح نتواصلوا، ولكن عوض ما نحاولوا اننا نبرزوا المفاتن ديالنا نبرزوا المفاتن العقليه ديالنا وتناقشوا في مواضيع اللي كتهم التطور ديال المجتمعات ديالنا ونخلقوا لقاء التواصل التقارب وايضا التبادل التجارب والافكار وفي بعض الاحيان المساعده بعضياتنا، غتكون افيد أجود وأحسن ويمكن بها الطريقة نلقاو الأشخاص المناسبين اللي يدخلوا لحياتنا، وحتى اللي كيفكروا في الزواج أو في الارتباط بها الطريقة يمكن بها الطريقة تلقاي الشخص المناسب أحسن ما تكون كتبرز المفاتن أو كتبرزي المفاتن ديالك. كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم ليلة سعيدة ونرجعوا نتلاقاو إن شاء الله الأربعاء الجاية في موضوع جديد. شكرا لكريم نايت سير رفقتينا اليوم في الإشراف التقني، كنشكر أيضا إسماعيل الكحلاوي ويونس وحيدي في الجرافيزم، شكرا لك محمد مبارك كالعادة كتساعدنا في الإعداد، شكرا لكم أوفيانا، تصبحوا على خير، دمتم في رعاية الله، كنبغيكم وإلى اللقاء.